تروح تلم حاجتك حالا عشان ترجع معايا. ده على اساس ايه بقى ده ان شاء الله؟ على اساس انك مراتي يا هانم. كان في منه وخلص يا عينيا. انا خلعتك يا حبيبي، انت بتنسى ولا ايه؟ ازعج ده منسوق. دي سماح الشريف مطربه قالش كده بتغني في الفندق، تلاقيها عامله شبطه مع زبون من اياهم. استنى، راح فين فالح؟ ملناش دعوه يا عم. ملناش دعوه كيف؟ ده شغلنا واحنا عمال نظافه. ما انت خدت كل حاجه خلاص. خدت كل حاجه، هتعمل لي ايه يعني؟ الخناج والمنازل البيئة دي ما تنفعش في فندق خمس نجوم. انت مالك انت يا ابني؟ واحد مراته بتكلمه. يا حبيبي كنت مراتك، انا خلعتك، اسجلها لك يعني؟ حركات ابو عتاتة دي ما تنفعش هنا، وبعدين بتقول لك خلعتك، هتكتر هحشيك. وحياة امي ما هسيبك. يعني هتعمل ايه يعني؟ مع السلامة يا جان. هتعمل ايه يا حبيبي؟ تعالى لو في حاجة عايز تعملها تعالى اعملها دلوقتي. ما تتعصبش. لا ده حاجة تقرف، على مدخلك اركبه. يا حرج ابو اللي جابته. ايه ده؟ خلاص بقى. ده ورايا كده في كل حتة، ورايا اروح وده يجي ورايا. ما تعصبيش نفسك. لا انا زهقت. لا ابعد. انا اسفة قوي. انت مين؟ فلح عبد السميع فلح، فرد امن جديد. انت جديدة هنا يعني؟ فعلا اول مرة اشوفك. وانا منسور. ميرسي قوي يا جماعة، انا مش عارفة اشكركم ازاي. هشوفك تاني. أكيد أكيد. يلا عن إذنك، باي باي. Have a nice day. Oh yeah. Baby baby. عجبك العود يا فالح؟ ده وتر على عود طايح مشدود. هو اللي مشدود يا عم أنت؟ العود ياد. بحشي. السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صحت مع سلاحي. سلاحي في ايدي نهر وليل صاحي. العنب 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 احمر ودمه خفيف العنب. ايوه يا باشا، انا لسه واصل الفندق من شويه، قلت اجهز نفسي كويس لسماح. ما تقلقش يا باشا، سماح هتموت هتموت. أنا مش طايق الشخصية دي. أنا عارف يا باشا، الفلوس اللي طلبتها كلها أدي ثاني مقدم. خلاص يبقى نطيرها يا باشا. ده شغلي بقى أنا يا باشا، لازم أخد وقتي كويس عشان أعرف أصطاد الغزالة منين. سلام يا باشا. يا وجع مصنن. السلام عليكم. يا ترى سامح مين اللي يخلص منه؟ تكونش سماح الفنان ولا سماح تاني؟ جليل البختي لقى العظم في التورت. طب انا هتصرف كيف؟ ده بيقولوا انه يخلص منه. اذا هيقتلها في القريه السياحيه، وانا لن اقبل ان اكون بهيمه وقت حدوث الجريمه. يا فندم الكلام ده هو اللي قاله فالح بالحرف الواحد. مش ممكن يا فندم عيل زي دوت هيكذب علي انا. وساعتك ما تنساش حس الامني. طبعا طبعا، عيبك انك صدقت كلام الواد الغبي ده. يا سياده العميد، حد ياخد بكلام عيل زي ده فاشل، وانا مستحمله بس العله. اصل سياده النائب كان مكلمني. انت بقى فرد امن منك ليه؟ اسمع يا جدع، انت الحكايه دي تشيلها من دماغك خالص، وموضوع ان انت سمعت، حتى لو كنت سمعت برضه تنساه خالص. وبعدين انا متاكد ان انت بتخرف. بخرف كيف يا فندم؟ بقول لسيادتك انا سمعته بودني اللي اكلهم الدود. حضرتك الواد ده شكله مجرم، شفت دراعه قد ايه؟ اسمع يا جدع، انت تنسى الحكايه دي خالص، انا المدير بتاعك هنا واوامري تنفذ، فاهم؟ تنفذ. انت بتزعق ليه؟ ايوه ماما انا عارفه انا بعمل ايه يا ماما، ما تقلقيش. ماشي اوكي يا ماما. اوكي حاضر حاضر حاضر. ماشي باي باي. ايه يا بنتي، احكي لي عن نفسك شويه، بتحلقي لامك كده ليه؟ انا برضه اللي بعمل كده. امال انت بقى عامله ايه مع مامتك اللي سايباها بقالك 3 ايام وقاعده معايا؟ يعني انت تمشي حبيبتي تبقى طالعه سخنه ومسحوله لوحدها واسيبها؟ مش اخلاقي يا سو، مش اخلاقي دي ابدا. لا تتسحلي معايا تتسحلي. وبعدين انت راشقه في كل حاجه، انت اتخرجتي. بقول لك ايه بقى، شغلنا عمرو كده وعايزين بقى نهيص يا سو. ايوه ايوه بقى، ظبطينا بقى. انت جاي
فين ابوك يسمعها جديدة؟ ابو العمل هنعمل ايه؟ ولا هنعمل حاجه، ما انت بلغت مدير الامن اهو وعملت اللي عليك، يعني اللهم بلغت، اللهم ما فيش حاجه خالص ولا هتعمل حاجه، يعني ما تضايقش نفسك. ما تضايقش نفسي كيف؟ كيف؟ بقول لك مش واثقين فيا، مش مصدقني. انا عن نفسي مصدقك جدا. ما انت مش مهم، المهم هم يصدقوني، يعرفوا امكانياتي. الكلام اللي انت سمعته ما حدش سمعه غيرك، والكلام اللي انت سمعته ده ممكن تكون فهمته غلط. لما اسمع واحد بودني بيقول انه هيخلص على واحده، معناها ايه هيخلص على واحده؟ يطلب يدها؟ بس انا عذرك، انت ما عندكش حس امني. بس انا عندي حس امني، لما اشوف حاجه بشوف حاجات تانيه انا بس اللي شايفها. يا جماعه احنا سكيورتي، كبرنا نفض خناقه، نوصل واحد سكران لاوضته، نمسك اتنين في وضع مخل مخل. ده بالنسبه للبهايم اللي زيك. انما انا لن اسمح ان الجريمه دي تحصل في الفندق وانا موجود. طب تقدر تقولي ايه هو دليلك على الكلام ده عشان يصدقوك يا عم الفكيك؟ تعرف هذا منصور، على قد انك بقره وفحل جاموس وما بتفهمش، انما ساعات بتقول كلام بيدخل المخ. الناس دي محتاجين دليل. منصور ايه؟ انت تروح دلوقتي لحد الريسبشن تجيب من هناك لسته بكل اللي اسمهم سماح، وانا اروح اوضه وسيم اجيب اكبر دليل يثبت ان الراجل ده مجرم. وانا في خدمه اقدمها للوطن. بص يا جوي، انت تقعد في الدله هنا تحت السجره وتدعي لنا. يلا يا منصور. يلا ثقه في الله ننجح رجال. يلا بينا. يا رب ارزقه فلح اكتر ما هو فالح. ازيك يا ابو زيد؟ هو كام كان؟ ياض انت سايبني مدعوك تحت وقاعد تتفرج على الاوروبي؟ ايه ده؟ دي كاميرات مراقبة. شايف الواد ده اهو؟ ايه؟ الواد اللي بيلوغ ابو نضارة ده اهو. ايه؟ الواد ده اسمه وسيم. الواد ده هنا مش مستريح، عايزك تراقبه على قد ما تقدر. مع اني مش فاهم حاجة، بس هرجب لك الوسيم جوي دي. تمام يا ابو زيد، انا عايز راسك في وسط عينك. ربنا يوفقك. هيقتلها بإيه؟ ما تكونش السلاح معاه ولا عينه في الخزنة. هي الخزنة. أكيد آخر رقم طلبه هو رقم زعيم العصابة. زعيم عصابتي انت فيلم زكي رستم. نعيد في تحكيف المحروق ده. من ابو زيد الافال، من ابو زيد الافال. ايه يا كلب البحر انت؟ الواد الوسيم دي في طريق لغرفته. الله يحرق ابوك يا وش الفقر انت. اعمل ايه؟ يا رب الارض تنشق وتبلعني. منك لله عايش يا وش المصايب. Thank you.
اتنين اسمهم سماح جايين النهارده غير سماح المطربه؟ ده ايه الحسه دي؟ في حاجز عندك باسم سماح مرزوق؟ في، ولو مفيش يبقى فيه 111. يا ابن اهدى، انت مالكش دعوه بالشغل ده خالص. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ميرسي. كوما سعيده. ميرسي. فلا عبد السميع، فلا فرد امن. يلا بينا. عليا الطلاق، ما حد شايل الشنط غيري. ايه اللي دخلك في الشنط وفي الحجز؟ بعدين انت مش سكيورتي؟ ده سميم شغلي، مهام وظيفتي، انا موجود هنا لحمايتكم ولحمايه الفندق ولحمايه الراجل ده. طيب شكرا، ميرسي. طيب. عينيكي حلوه قوي. ده عينيكي دي ولا لانسر؟ يلا بينا من هنا. اتفضل. عليا الطلاق، ما حد شايل الشنط غيري. خلاص انا اسف. ده مظلوم. في حاجه حضرتك؟ ويلكم تو ار. يعني اهلا بيكم في العين السخنه. الشنط يا مهلبية شكلها وقع. اهلا 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 وسهلا. اهلا بك يا فندم. نورت الفندق يا انسه سماح. ميرسي. في الحقيقه انا سعيد جدا ان الحلقه دي بالذات من برنامجك التاسعه تماما، وخصوصا اللي هيحضرها الدكتور احمد الاسيوطي، هتتصور هنا عندنا في الفندق. وما تقلقش، هننزل لكم شكر على التتر. لا لا، شكر على واجب. على فكره المفتاح بتاعك اهو، والمخرجه زميلتك دي اللي اسمها رشا. ايوه رشا، ما تتخيرش عنك ابدا، موجوده في الغرفه. اتفضلي الغرفه من هنا. ميرسي يا فندم. مع السلامه. ميرسي. عن اذنك. حضرتك سماح حسين المذيعة المشهورة؟ أيوة. أنا من أشد المعجبين بحضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ميرسي. عندنا مشكلة عويصة قوي في البلد، كان نفسي حضرتك تحليها. إيه هي؟ محسب قتل حسنين، ما قتلوا، ضربوا بالأربيجي ما بين حواجب. فحضرتك دلوقتي يا ريت أسرة البرنامج يا إما توصل محسب بحسنين عشان ياخد طاره، يا إما يعني إحنا بنلم من بعض عشان نعمل عملية تجميل عشان الواد وشه باظ من الأربيجي. أستاذ سماح، أهلا وسهلا. أنا مش مصدق نفسي أنا شفت حضرتك. أنا اسمي منصور. بص يا فندم، أنا بدل الحنجرة دي في جوهرة، صوته حلو قوي، فيا ريت يعني أغني في البرنامج بتاع حضرتك. اسمها كده حضرتك؟ ويا بت جمالك هبشلي والهبشة جت في العباين. معلش يا فندم، هو احنا للاسف مش برنامج اغاني، ممكن تقدم في ذا فويس. ذا فويس ايه حضرتك، ده اخره برنامج عالم الحيوان. ممكن توريني الاوضه منين؟ ادخل اتفضلي. اتفضلي يا فندم. يا بنت المحظوظه، ما تديني فرصه بقى زفت كريمه وفي غيره وراهم تليفونات. يا بنتي ربنا يهديكي، بالراحه كده ردي عليه، اتكلمي معاه. لا والله مالك، يعني محسساني ان انت اول مره تقعدي معايا وما تعرفينوش. ده انت اخر واحده المفروض تقولي الكلام ده. يا بنتي انا عارفه انه عصبي وبيغير ويخنق ودمه تقيل وكل الحاجات دي، بس بصراحه بقى يا سو، في حاجات موجوده صعب ان احنا نلاقيها اليومين دول، وانت عارفه ومتاكده انه بيحبك وبيموت فيكي. مش مصدقه ان هو بيحبني. ساعات كده بقعد افكر اقول ليه يعني ما عملش زي كل الولاد، ليه ما قاليش ان هو عايز يتقدم لي. بقول لك ايه، فكك، انا اصلا جايه هنا عشان افكني من الهري ووجع الدماغ ده، ما تجيبليش سيرته تاني لو سمحت. هي مش اللي هناك دي سماح حسين المذيعه؟ نكنك ما اعرفهاش. فاكره المذيعه اللي كنت اخدت معاها التريننج بتاع الاخراج ده؟ بس في ايه؟ دي نفخ نفخ. لا يا شيخه ما تقوليش كده. يا بنتي باين قوي بتتعذري. استني بس استني. ايه يا دكتور، هو حضرتك هتوصل امتى؟ طيب على ميعادنا واحنا هنبقى جاهزين ان شاء الله، منتظرين حضرتك. اوكي اوكي يا دكتور احمد، مع السلامه. باي باي. وحشتيني. عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ أنتِ عاملة إيه؟ تمام. أحمد مين ده يا قطة اللي بتكلميه؟ مش تقول لنا؟ والله أبداً، دي مكالمة شغل حتى، اخس عليكي، دايماً سوسة. استني سماح؟ سوري سوري. سماح سوري. إزيك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله.
انت عامله ايه؟ الحمد لله. احكي لي بتعملي ايه هنا؟ احنا جايين هنا نغير جو ونفك شويه عشان سماح هانم عندها مشاكل مع صاحبها ويعيني ديبرست ومش طايقه نفسها ومش طايقه حد ومكتئبه وزعلانه وكل الحاجات دي. بتقولك اي كلام على فكره، مفيش حاجه من الكلام ده صح. نصيحه مني، لو انت بتحبيه ارجعي له بجد. انا ما بحبش حد، مفيش اي حاجه مضايقاني على فكره. سيبك منها دي اونطاجيه، قولي لي انت بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ انت مش عندك برنامج كل يوم على الهواء؟ اجزت يومين وعندي تصوير حلقه مهمه جدا مع احمد الاسيوطي. هو رجع من امريكا؟ ايوه هيرجع كمان يومين، بس ده كان رافض يعمل اي انترفيوز ولا صحافه ولا تلفزيون. انا بقى اقنعته وناوي يفضح كل العمل اللي عاملين فيها وطنيين وبيتمولوا من بره. ممكن بليز اجي معاكي التصوير؟ اصل بصراحه وحشني جو التصوير واللوكيشن والسات والحاجات دي. بس كده ده انت تأمريني امر. وبعدين تعالي هنا، ده احنا هنصور هنا كمان، دي تبقى فرصه هايله. منسوق منسوق منسوق. نعم يا فلوحتي. اسف اني جلكتك يا حبيبي. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا انا لسه شارب حلبه. يا نهار اسود عليا يا فالح، اللي عملت ده فالح بقى. هي دي الامانه يا ابن العيانه؟ عمال اقول لك لازم تصحصح وراسك تبقى في وسط عينيك. بعد اذنك يا فندم، الرئيس عنده حق. وبعدين انت مأفور قوي في النوم، ده انت بتشخر اكتر ما بتنام. وانت بتشخلن وتطبل اكتر ما بتشتغل. غير يا فالح، ما كله تمام اهو. انا لسه متصل بابو زيد، سماح الشريف في اوضتها، وسماح حسين وسماح مرزوق في الحمام. في حمام واحد؟ ده نهار اسود، حمام السباحه. حمام سباحه ايه؟ حمام السباحه. طيب انا شفت وسيم ماشي ماسك شنطه هاند باك ورد وماشي ناحيه حمام السباحه. يبقى وسيم هينفس النهارده. لازم نمسك ومتلبس النهارده. منصور. نعم. جودة. أيوة يا فندم. تعالوا وراي. تمام يا فندم، وصلت الهدف. في أوامر بتحتم علينا جهومكم من مطرحكم دلوقتي. ليه يعني إن شاء الله؟ في إشارة جات لنا إن في إعصار كبير أكبر من إعصار ساندي، اسمه إعصار مروة، جاي علينا وهياخد الأخضر باليابس بالجلع باللابس. فين ده يا جماعة؟ ما هي الناس قاعدة أهي، أمال إيه المشكلة؟ جودة. اوقف احرس البنات وما يقلعوش الكاشات مايوات. منسوخ. ايوه تعالى وراي. وراك. ايه الهبل ده؟ ما تخافوش، انا مخلي بالي من الكاشات مايوات. سماح، اطلعي اوضتك دلوقتي عشان في خطر عليكي. بجد؟ ايوه. الراجل ده سفاح. الشنطه دي فيها ايه؟ تبعته يا ابني انت؟ امشي امشي. انا معايا اذن من الاداره ان انا افتش الشنطه دي دلوقتي. انت عبيط يا ابني ولا بتستهبل ولا بتستعبط ولا الشباب مجننه وجاي يسقي الهبل علينا؟ سيب الشنطه يا دن. لو حد بس الشنطه هتعها له. اوعى يدك. ايه كمية الكريمات دي؟ عندك تسلخات ولا ايه؟ اهدى، كريم ازالة شعر. هات الشنطة دي. انت بتستعمل ده انت؟ ما تهزرش. منصور. ليه كده؟ انا باخدك يا منصور. لا لا، ليه كده؟ يا دي الرجولة مش بالعضلات، الرجولة بالقلب اللي مات. مش ممكن. منصور تعالى نقعد. خد